بابا مفاتيح العربية. مفاتيح عربية ايه يا واد؟ ده انا لما كنت في سنة كنت بتشعبط في الاوتوبيسات وبركب على الشمانشة يا واد. يا بابا، هو انا كل ما اطلب منك حاجة تقولي الكلمتين دول؟ دي ما بقتش عيشة بقى. امشي غور من وشي بدل ما اكسر لك راسك. مفيش حاجة عايز تقولها لي؟ لا مفيش حاجة، انا تعبان وعايز انام. كده بدور بقى لحد يعمل لك الاكل. ماشي. ايوه يا فندم، حضرتك طلبتني؟ جيت في وقتك تعالى، ده المشروع اللي انا كاتبه بتاع خط الانتاج الجديد بتاع الشركه، اتفضل قول لي رايك. ايه يا فندم العك اللي انت عامله ده يا فندم؟ هو المشروع ده للشركه ولا بتاع العصير اللي قدام الشركه؟ ايه القرف اللي انت خريج ايه بس؟ انت بقيت مدير علينا ازاي يا جدعان؟ امشي اطلع بره، انت مرفوض. يا عم اتنيل، مرفوض مرفوض. وزي ما انتم شايفين ده كان عماد قبل العلاج، بس بعد ما جالنا في عياده التكاذب الاجتماعي وادينا له حبوب النفاق حالته الصحيه اتحسنت كتير. طبعا عايز اقول انك حلويتي وخسيتي وبقيتي زي القمر. صباح الفل يا حجوج. عايش ايه من يا حجوج؟ وانا عاوز ايه بس غير سعادتك ورضاك عني؟ مفتاح العربيه عشان اروح اذاكر مع اصحابي. يا حبيبي تصدق الكلمتين اللي انت قلتهم دول اشروا فيا قوي، وعشان كده انا هديك المفاتيح يا حبيبي. صباح الفل على اجمد مدير فيك يا منطقه. ايه يا فندم المشروع الجامد ده يا فندم؟ هو احنا كل يوم هنتعلم من معاليك حاجه جديده بقى ولا ايه؟ والله العظيم ده حرام، ده انت كتير علينا قوي يا فندم. لا احنا ما نستاهلكش يا فندم. هو اللي منجحنا، وفي حالات كتير قوي زي عماد لما عالجنا صراحتها الزايده قلبت معاها بالتطبيل. يا رب اقفل